احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 24/2/2024، وتعالوا نشوفوا اسعار العجميات البقر اللحم مع الناس المحترمه في سوق دمنهور. صباح الخير يا معلمي. صباحكم ابيض. عرفنا باسمك ومكانك. حازم من ابو حمص. المعلم حازم ابو حمص وتجار ابو حمص. تجار يا صاحبي الله يقويكم يعينكم. بسم الله ما شاء الله. الاثنين معاه بسم الله ما شاء الله. كسرين حاول لبان كسرين جواز يا جماعه. دبابات العجم اللحم البقري في سوق دمنهور بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. ربنا يبعد عنه وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. المال والحلاوه والله اكبر. الله عامله كام الاولانيه دي يا صاحبي؟ دي ب 59000. 59000 يا جماعه. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. الثانيه ايات الله اكبر بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللي يشوف المال ده يذكر الله ولا اله الا الله. الله اكبر. العجميات البقر يا جماعه بسم الله ما شاء الله. دي لبان برضو ولا كسر؟ دي لبان. الله اكبر. عامله ايه يا صاحبي؟ عامله 50000. 50000 بسم الله ما شاء الله. يعني موجود عندك عجميات لحم يا صاحبي لو حد عايز حاجه؟ انت عايزه. ادينا الرقم 012 012 8 8 18 93 93 67 3. قاعدين فين في ابو حمص؟ ابو حمص تحت الكوبري على طول. تحت كوبري ابو حمص على طول يا جماعه. الكوبري العيلو بتاع ابو حمص. الله يبارك لكم. مستحالكم اي حد يتواصل معاكم تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. الله يبارك لكم. مستحالكم. الوداع يا شهر شعبان واهلا وسهلا يا شهر رمضان. كل عام وانتم بخير. كل سنه طيب يا عمدي. في السوق دمنهور يا جماعه. الله يبارك لكم ويستحالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. العجميات البقر اللحم في سوق دمنهور والعجول الذكوره. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه جنب المال صلاه النبي عليه. الله المعلم حسون البسوم الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب. اللهم امين. العجول الذكوره اللحم البقري. صباح الخير يا معلم اشرف. معلم اشرف العوامي ابو المطامير سيدي غازي الله يبارك لك. وانت طيب يا صاحبي. احنا طبعا في شهر شعبان. اللهم بلغنا رمضان وربنا يجعل الايام الطيبه حلوه على امه محمد يا رب. عامل ايام الذكر ده معلم اشرف؟ ده احنا واخدين ميزان ب 180. ب 180 ميزان من قلب ارضيه سوق دمنهور يا جماعه. الله يبارك لك يا معلم اشرف بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. المال صلاه النبي عليه هو. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. 180 جنيه الكيلو جاي. راح الزريبه مش تبع الدبيح. مش تبع الدبيح. راح الزريبه دي والله. دي لبن واخدينها لبن جنيه. الله يبارك لكم. مستحيل. عامله ايه يا معلم اشرف؟ عامله ايه؟ عامله 80000. 80000 بسم الله ما شاء الله. وبنابعوا بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الله يبارك لك يا معلم اشرف ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ويجعل ايام مفترج على امه محمد. البتلو بكام؟ جنيه برضه. جنيه برضه. الله يبارك لك يا معلم اشرف ويصلح حالك وحال الجميع بسم الله. السوق حلو يا حاج النهارده؟ والله جامد. السعر السعر غاليه غاليه برضه. الاسعار غاليه. الله يبارك لك يا حاج ويصلح حالك وحال الجميع بسم الله ما شاء الله. العجل اللي هناك ده مع مين يا حاج؟ مع الناس اللي قاعده. الله يبارك لك ويصلح حالك بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. العجول الذكور اللحم البقر يا جماعه في سوق دمنهور. اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. ربنا يبعد عنه عننا البلاء يا رب. اللهم امين. اللحم التقيل في سوق دمنهور. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. مع مين العجل ده غالي؟ ها؟ مش عارف. امال فين صاحبه؟ اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله. صاحبه مش موجود. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. دبابه يا جماعات. ربنا يبارك للمال واصحابه. الله اكبر